موقع جديد لربح عملة تاريخ، راح نشوف طريقة التسجيل، كذلك كم راح يعطينا بونص يوميا، كم راح نسحب. يلا بينا للشرح. شكرا لاشتراككم على قناة كريبتولات، كالعادة شرح جديد موقع لربح عملة تاريخ. طريقة التسجيل سهلة جدا، تحط هنا الإيميل، موبايل نمبر، هنا باسورد، كود الإحالة، وساين أب. عند دخولك راح تجيك بهالواجهة، هنا الكومباني أوفيسيال لينك، أوكي الخاص بهم، هنا تليجرام كاستمر سيرفيس، هنا الوايت بيبر الخاص بهم، وهنا عن الكومباني كم راح يكون نسبة الأرباح. راح تسوي كونفيرم. أول شي راح نروح على هوم ونشوف، أو الأكاونت، راح يبين معك إنه أعطاك 2 قطعة من عملة تار إكس. هذه التسجيل. طريقة الإيداع راح نشوف كيف الإيداع. هنا عندك الرشارج، تضغط على الرشارج، طبعا راح تسوي كوبي أدريس عشان تفعل الحساب، وتروح تسوي رشارج هنا. كمان ما تسوي الرشارج راح تضغط على الخانة هذه ويلز، أوكي راح تحصل إنه تار إكس كلاود ماينين أي، راح يعطيك 5% إنكم، أوكي. عندك هنا المينيموم هو 10، الماكسيموم هو 4999 عملة تار إكس. طبعا عندك هنا السي، أقل مبلغ للإيداع هو 1000، وأكبر مبلغ هو 9000، أوكي. المهم راح تشوف هاي المبالغ، أوكي. هنا 7%، أقل مبلغ 5000، هنا أكيد 9 مليون، وهكذا. هنا 3.12 ريت، أوكي. أقل مبلغ للإيداع هو 10000، أكبر للإيداع هو 900000، تمام. هنا إذا رحنا على الأكاونت، راح نضغط على كلمة ريشارج، ونروح نسوي كوبي أدريس، ونروح على الترون خاص بنا، ونبعث تاركس، وتمام. هذه هي تاركس. راح أضغط على تاركس، وبعدين سند هنا، أوكي. نحط هنا الأدريس، نتأكد إنه صحيح، ما في شيء غلط، أوكي. وبعدين نيكست، بعدين راح أحط الأماونت 10 تاركس، وبعدين سند وساين، وننتظر. راح ندفع 1 تاركس كفيز للبلوكشين، دان ننتظر لين تفصل. نرجع للموقع عشان نشوف الخصائص الثانية. خلاص تمت الإضافة، صار معي 12. أنا راح أروح على كلمة invest، أو راح نشوف الويدرو كيف طريقة الويدرو. please set wallet pass، أوكي. راح نحط هنا الواليت، يقول لك أرقام يعني كود عشان تقدر تتذكرهم، فأرقام 6 أرقام. فحطيت الأرقام، وبعدين نحط هنا الواليت الخاص بنا، add new wallet، أوكي. راح أحط، أروح على ترون خاص بي، أجيب الواليت، ريسيف، كوبي أدريس، تمام، بهذا الشكل، وبعدين سابميت، وننتظر، فتمام. الويدرو هنا، إذا رحنا على الأكاونت راح نحصل الويدرو، وراح يبين معاي إنه رصيد معاي 12، فهنا الواليت سويناه، أوكي. إذا تريد تسحب تسحب، ولكن إحنا نريد نستثمر، فبنروح على الويد هنا. نختار الانفستمنت، راح اسوي على 10 التاركس هذه، ولكن دقيقة فقط. انفست، نضغط على انفست، طبعا راح اخليها 10 هنا، اوكي. وبعدين لمدة، يقول لك هنا لمدة 90 يوم، اوكي، فتمام مش مشكلة. راح اخليها لمدة 90 يوم، 10، راح تيجينا ب55، اوكي. وراح نعطيه confirm بهذا الشكل. تمت العملية، income ongoing. بعد 90 يوم راح يكون معي 45 مع 10 الخاصة بي، 55 المجموع، تمام، أوكي. بالنسبة لطريقة الإيداع سويناها، وطريقة السحب راويتكم كيف. كذلك الانفستمنت، راح نروح على الأكاونت، هنا عندك ريشارج ريكورد، طبعا ماي والد، راح نشوف الماي والد. عندك الاثنين يعطوني إياها هدية، والعشرة اللي سويت لها إيداع، وهنا حطيناها في التاركس كلود ماينين، أوكي. عندك هنا ويدراو ريكورد، طبعا ما سحبنا ولا شيء لحد الآن. هنا الماي تيمز راح تاخد يعني رابط إحالتك، وتروج للناس. عندك ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3، أوكي. كذلك عندك الأكاونت سيتينج، فيك تغير تو فيريفاي، ضروري نسوي فيريفاي ساند كود. لسه ما وصلتني، المهم راح يوصلني وراح اسوي لها. هنا الوالت مانجمنت، هنا اللانجويج، لوجين باسورد، بيمنت باسورد، هنا البرايفسي بوليس، اند هنا ممكن تقرا عن الشروط الخاص به عن الشركة، وهنا البرايفسي، طبعا راح تقرا الشروط اذا تريد تقراها. فنرجع نشوف باقي الاعدادات. طبعا اذا رحنا على الهوم، حسوي كونفيرم، عندك هنا ساين يوميا تدخل
يعطيك 0.10 تار اكس، راح نسوي له سايد الآن. فالآن أعطاني 0.10 تار اكس سكسس اوكي. بكرة أرجع ويعطيني كذلك، فبهذا الشكل راح تكون جمعت شوية مبلغ تار اكس. هنا ما يتم طبعا مثل ما خبرتكم الإحالات وكل هذا. كذلك عندك هنا في الريشارج شرحناه، والودراو شرحناه. هنا الريجستر طبعا بيعيدك للصفحة الرئيسية. هنا الاب طبعا اذا تريد تحمل الاب الخاص بهم. هنا الاكتيفيتي يعني invite friend راح يعطيك 10% ان كان الليفل 5 على الليفل 1 اوكي. راح يبين معك اذا ضغطت هنا راح يبين معك كم نسبة الارباح، راح تقرا كل هذا. 10% الفيرست ليفل، 5% السكند، وهكذا 1% الى ثالث شخص. تمام، نرجع الى هنا confirm. كذلك عندك هنا خلاص شرحنا هذه. هنا اللايف شات، هنا اللايف شات اذا تريد تتكلم انت، وهنا الاكونت من وين راح تجيب رابط احالتك من هنا. هذا هو invite كود الخاص بك، هذا الكود الخاص بك. خلاص بهذا الشكل نكون خلصنا اليوم، شرحنا لهذا الموقع. اشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة. مع السلامة.